1-99 رقم الاس ام اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون. ومقامنا النهاردة مقام المسرح، وعايزين ندردش شوية مع بعض عن المسرح الغنائي الاستعراضي في مصر. كمان شوية هيتعرض في مهرجان العالمين الجديدة مسرحية الشهرة، وهي إخراج خالد جلال، وهي مسرحية ميوزيكال كوميدي، يعني مسرحية ليها علاقة بالمزيكا والغنى والاستعراض. وهي محاولة الحقيقة من المخرج خالد جلال لاستعادة المسرح الغنائي الاستعراضي بشباب موهوبين جدا. والنهاردة العرض الأول لمسرحية الشهرة، وهيستمر 3 أيام، يعني النهاردة وبكرة وبعده. والحقيقة عايزة أقول لكم شوية معلومات عن مسرحية الشهرة قبل عرضها بكام دقيقة. الناس خلاص بتجهز عشان تدخل دلوقتي في العالمين عشان يحضروا المسرحية. زي ما قلنا أن المسرحية أو مسرحية الشهرة 3 أيام، خميس وجمعة وسبت، في مهرجان العالمين الجديدة. المسرحية من إخراج خالد جلال، وبتعرض في تمام 9 مساء، يعني هي بقالها تقريبا 10 دقائق هو شغالة لغاية 12 صباحا. هتبقى موجودة على مسرح يو إرينا، وهي مسرحية غنائية رومانسية كوميدية لأكبر مشروع فني لشباب الموهوبين. والحقيقة أن مسرحية الشهرة لقت نجاح كبير وحفاوة قبل عرضها، لأنه الناس منتظرينها، لأنه شافوا الكواليس وحكاية المسرحية. المسرحية بتبدأ باستعراض الإعلان عن حلم للنجومية، واللي بيظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم بيقروا الإعلان علشان هيروحوا يقدموا يملوا طلبات للتحق في صورة يعني غنائية كده، بيعملوا كده بقى ان هم بيجيبوا الاستمارة وهم ملمومين، وبعدين يبدأوا يغنوا ان هم هيروحوا يقدموا في هذا الإعلان علشان بعد كده يخشوا اختبارات القبول، وبعد كده بيخرج الموهومين ويفضل الموهوبين، وبعد كده يحصل تعارف ما بين، ده قصة المسرحية، ما بين الولاد الموهوبين وما بين هيئة تدريس الفنون اللي بتبقى بتديهم يعني تعليمات صارمة وتعليمات أكاديمية عشان يتعلموا. وبعد كده بتستعرض المسرحية خطوات تحول الشباب جوه المؤسسة، والتدريب واستسلام اللي مش شغوف بالموضوع أو داخل بس عشان أنا النجم وكده، لكن الفنان واللي عنده صمود وعنده قدرة وإصرار بيوصل ويحقق حلمه. ودي الحقيقة يعني مفهوم مهم جدا لازم يوصل للشباب. الحركة المسرحية الحقيقة يا جماعة في مصر بخير، يعني عندنا أكتر من عرض مسرحي في مهرجان العالمين الجديدة، منهم العرض اللي بدأ من 10 دقائق مسرحية الشهرة. هحكي لكم كمان على بقية العروض اللي هتكون موجودة في مهرجان العالمين الجديدة.